النهارده بيحتفل العالم بيوم التراث العالمي، وهو اليوم اللي اقرته اليونسكو للتعريف وصون التراث. والحقيقه طبعا اللي احنا عارفينها ان مصر عندها يعني تراث مادي وغير مادي وغنيه جدا فيه، ودي معالم اثريه عندنا، عندنا متاحف، عندنا معابد، مساجد، موسيقى، ملابس تراثيه، اكلات مصريه، في حاجات كتير اتسجلت في قوائم اليونسكو، وفي حاجات على قائمه التسجيل لسه ما تمش تسجيلها، ولكن معمول حساب او ابتدينا نتقدم بورقها عشان نقدر نسجلها. خلينا نتعرف اكتر من الدكتوره نهله امام، مستشار وزيره الثقافه لشؤون التراث غير المادي. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. لو في البدايه حضرتك تكلمينا عن يوم التراث وسبب اختياره عشان يكون يوم عالمي. الحقيقه التراث، انا طبعا بهني كل الشعب المصري صاحب الارث والتراث العظيم. احنا يعني حضاره، اقدم حضاره موجوده لدينا من التراث ما نباهي به في العالم كله، فمن الطبيعي ان تكون مصر يعني من الدول اللي بتهتم بالتراث وبالاحتفال باليوم العالمي للتراث. بس حضرتك زي ما ذكر دلوقتي، التراث ده حاجه كبيره جدا، يعني التراث في مادي وفي غير مادي. في كنت حضرتك بتتكلم دلوقتي عن أسيوط وازاي اهتمامها بالتراث وازاي بتتحط على خرائط السياحه العالميه. الحقيقه التراث اليونسكو في ديسمبر الماضي عملوا حاجه جديده خالص، قرروا انهم يحتفلوا بالتراث على مراحل. فالنهارده هو يوم التراث، لكن خلوا للتراث غير المادي يوم اخر هيبقى في 17 اكتوبر. فانا النهارده ضيفه عليكم للتعريف بالتراث غير المادي، ولكن هنبقى لينا لقاء تاني في 17 ان شاء الله اكتوبر هنحتفل بالتراث غير المادي. جهود مصر الاحتفال بيوم التراث كبيره جدا. لازم نعرف ان التراث، طبعا التراث العالمي ده النهارده هيبقى الاثار كلها، هيبقى الاماكن الاثريه. وزاره الثقافه مثلا لديها اهتمام بالمباني التاريخيه، والحقيقه مثلا جهاز التنسيق الحضاري عامل احتفاليه بيحتفل بمعرض اسمه مآذن وقباب مصر، يعني القاهره والالف الاذنه. والحقيقه عندنا في هذا الكثير جدا من الوثائق، من التراث اللي بتحتفل به مصر ايضا النهارده. الوثائق، مصر لديها جزار وثائق ومحفوظات نباهي بيها في العالم كله، ولدينا كثير من المحفوظات. والحقيقه جهود الدوله في استعاده مخطوطات من الخارج في السنوات الاخيره جهد يجب ان تضيء عليه مصر ضوء بشكل كبير، لان فعلا مصر بتنجح في تتبع بعض المخطوطات والوثائق اللي هي موجوده في الخارج واللي خرجت بطرق ما، انما بتبذل الوزاره جهد في تتبعها واستعادتها. ولدينا طبعا احتفال اليوم النهارده في دار الوثائق بالوثائق والمستعاده وبتراث مصر. ناحيه التراث بقى غير المادي، حقيقه ايه هو بقى التراث غير المادي ده؟ يعني لانه الناس بتتصور انه غير مادي يعني مش ممسوك. لا، هو برضو في الممسوك وغير الممسوك، لأنه هو عبارة عن الممارسات، التصورات، أشكال التعبير، الطرق، الحكايات، السير، المهارات. يعني هذه قطعة النحاس بالمهارة اللي وراها، الممارسات، ماذا نستخدم فيها، إيه هي الرموز التي تحملها. كل ده بترتبط به الآلات والقطع وحتى آلوات الزراعة، كل ده تراث غير مادي. والحقيقة أن مصر يعني غنية غنى، يعني نقدر نقول إيه، فاحش في مسألة التراث غير مادي. طيب احنا لسنين كانش عندنا حاجة مسجلة غير السيرة الهلالية، يمكن من 2016 لغاية دلوقتي ما شاء الله تم تسجيل أكثر من 7 عناصر، الخط العربي، التحطيب، الأراجوز، النخلة بالتعاون مع أكثر من دولة عربية، النسيج اليدوي. يعني حضرتك تقدري تقولي لنا إيه اللي تسجل وتقولي لنا التفاصيل بتاعته وإيه اللي على الويتنج ليست زي ما بنقول؟ حاضر.
حضرتك قلتي حاجه مهمه جدا، لغايه 2016 فعلا احنا كان عندنا السيره الهلاليه، والسيره الهلاليه سجلت لانها كانت من روائع التراث العالمي مسجله على اليونسكو قبل ما الاتفاقيه تتعمل، فقررت الاتفاقيه اول ما تبقى موجوده انها تحط على قوائمها الحاجات اللي موجوده على قوائم التراث العالمي، فهي ملهاش الملف اللي احنا المفروض ان احنا بنعمله دلوقتي عشان نسجل حاجه، لكن لانها من روائع التراث العالمي اتحطت، فالسيره الهلاليه كانت موجوده. من 2016 نشطت مصر بانها انا يا جماعه مصر من اوائل الدول الموقعه على الاتفاقيه، هي اتفاقيه 2003 ولكن هي مع اول ما دخلت ان اكشن مصر وقعت عليها من 2005 وما كانش عندنا لغايه 2016 غير هذا العنصر، فبدات مصر بالتحقيق وكانت معركه كبيره في اليونسكو عشان نسجله، والحقيقه ان احنا برضو كانت خبرتنا في التسجيل لسه مبتدئه، فالفورم المعين المعايير بتاعت اليونسكو كان لازم نذاكر الاتفاقيه كويس نعرف كيف ندرج تراثنا. فسجلنا التحتيب في 2016 ثم سجلنا الاراجوز على قائمه اخرى وهي قائمه الصون العاجل اللي هي العناصر اللي موجوده في البلد وبالكثير وبتاعتنا وموجوده وبنمارسها ولكنها تحتاج الى جهود لصونها عشان تنتشر. طبعا. قبل ما نسجل الاراجوز الحقيقه كان بيعاني، العدد كان محدود جدا من اللاعبي الاراجوز، ولكن التسجيل ساعد جدا على نشر العنصر. بعد كده حضرتك ذكرتي النخله، ودي كان اول ملف عربي مشترك، كنا 14 دوله، والحقيقه مصر كانت من الدول اللي كانت فاعله جدا في الملف وشاركت في صياغته، وسجلنا فنون الخط العربي. ده معناه ايه يا فندم ان يكون في ملف عربي مشترك؟ هل ممكن حاجه تسجل في اكتر من دوله؟ الحقيقه الاتفاقيه انا بعتبر ان فيها نقط مضيئه جدا، ان هي بتقول ان التراث ده تراث انساني يمتلكه الانسان اينما موجود، يعني انا ممكن يكون عندي اكله ولكن هي ايضا بتؤكل في السودان وموجوده ومن تراثهم، فمن حق الدولتين انهم يشتركوا ويعملوا ملف عربي مشترك، ولان الاصل في التراث هو نشر الاحترام المتبادل والتعاون والتضامن الاجتماعي والسلام، فانها بتشجع الدول على انها تشترك مع بعض وتقول العنصر ده موجود عندي وموجود عند معناه انه مش شرط يا فندم اتفاجئ بان طاسه الفضه مثلا دي موجوده في تونس. فنقول لبعض طب ما تيجوا احنا الاثنين نشترك ونقدمها، وتدعم الاتفاقيه وتحبذ ان الدول تدور على الحاجات اللي بتشترك فيها تراث انساني مع اكتر من دوله، والحقيقه بنفهم غلط، يعني يفهم انه لما الدولتين يعملوا مع بعض انه دي اخذت بتاعي، لا، هو العنصر ممكن ان يكون موجود في اكتر من دوله في نفس المكان، ممكن ياخد اسماء مختلفه. يعني مش شرط ظهر فين الاول؟ فهمت؟ مش شرط ظهر في أي دولة الأول. نقطة مهمة أشكر حضرتك على إثارتها. الاتفاقية فيها جزء مهم جدا، هي بتقول لك ما تدخلنيش في النقطة الصفرية. ما تدخلنيش في تاريخ العنصر. الشعب اختار أن تكون هذه الممارسة جزء من تراثه ومر عليها أكثر من جيل وقررت أنها تتوارثها من جيل إلى جيل وتنتقلها بالطرق الشفهية ويبقى من تراثها. أنا بقدر أعتبر إن الفول المدمس ده يعني حاجة تراث مصري أصيل وإحنا كلنا بنمارسه، ما تجيش دولة تانية تقول لا أنا عندي قبلك، أنت عندك وأنا عندي. مفيش حاجة اسمها قبلي، أنا بالعكس هو ممارسة منتشرة على أراضي الدولة والجماعات والمجموعات والأفراد اختارت أن تمارسه وتوارثه دولة جيل بعد جيل فهو جزء من تراثه. أكيد، كل الشكر ليكي الدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة لشؤون التراث غير المادي، شكرا جزيلا لحضرتك.